الدول المانحة امتنعت أن تشترك في قضية إعادة الإعمار، هذا جاء بكتب رسمية. ليش؟ مو انا ما اريد اتحدث حتى لا اتحدث بدون اسماء، يلا تحدث بس بدون اسماء. ما كانوا يثقون بمعادله سياسيه، ولذلك الدول كانت تعتقد ان هذه الاموال راح تروح لجيوب فاسدين ودول اخرى. صح، والدليل مؤتمر الكويت وين احنا متفقين، وين بقت بس دوله الكويت تعرف، بس دوله الكويت بقت من الدول المانحه اللي هي تلح على الحكومه العراقيه في قضيه انه تفعيل المقررات. الدول الاخرى، الدول العالم، تخيل كلها انسحبت ليش؟ بسبب الفساد وسبب المحاصصه.